بخصوص منطقة جيبوب معدر عبد الله. هذه المنطقة هذه في الإقليم اللي ربما كتعرف واحد التهميش، هاد الناس هادو نتاع البدو الرحال اللي كنتميو ليهم حنايا يعني كيعانيو مجموعة من المعاناة. هاد المعاناة هذه كتحدد أولا في قساوة الطبيعة ديالها باعتبارها منطقة شبه صحراوية، منطقة معروفة بتوالي سنوات الجفاف، رغم أن هذه المنطقة هذه بطبيعة الحال كتزخر بواحد الموروث ثقافي وبواحد الثروة حيوانية رائعة. هذه الأمور هذه كلها يعني ربما يعني ما خلاتهاش أنها تعرف واحد التطور واحد التنمية حقيقية باعتبار مجموعة من المشاكل. هذه المنطقة بحال منسية ولا ما نعرف، ما عندها حتى شي البيور، كاينين الناس كيسافروا واحد المسافة باش يشتكيكم الدراكتور غادي يمشي مول الكارو ما عنده ما يمشي، خطا يتهرس في الطريق، خطا كذا. البعد ديال المدارس على هاد الاطفال هادو اللي كيمشيو يقرا مثلا كاين اللي كيضرب 10 كيلومتر 12 الى اخره باش يوصل للمدرسه يقرا. نهضروا الاخوان على نقاط الماء بعيد بزاف، نتمنوا يعني لو كان يتزادوا شي نقاط تاع الماء باش يقرب شويه الماء من الناس تاع الساكنه تاع هاد المنطقه. حنا اللي رانا نقولوا حنا دائما ساكنين هنا في هاد المنطقه هادي، طلبنا الجاسيسات ما تخدمونا، طلبنا الاعلاف باش جينا مطرحه شويه ما جاتنا، ولادنا يمشوا 10 كيلو 10 كيلو 15 ويمشوا غير بالزوايل ضايعين. الارض هو اللي يهددونا، القروده يقول لك هذه القروده هذيك هذه مالك مش هذه القروده، فين بغاونا نعيشوا فين باغيين نعيشوا؟ وحنا رانا نطلبوا الله ينصر الملك غير شي ارض غير يخلونا نسقروا غير داك الشيء اللي صيفطه لينا سيدنا الله ينصره.